سيداتي ونسي وسادتي مساء الخير عليكم، عسلامتكم معنا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله نتمنى شراكو المئات، بالك شراكو الالاف، بالك راكو العشرات الالاف وراء الشاشه تاعكم لمتابعه البرنامج الخاص بالديفيرتيسمون في اللعبه في ان واحد من خلال قناه شروق كل يوم من 7:30 حتى 8:30 وتتعاد الحصه تاعنا وكي تعرفوها بتمثيل الساعه الطانشه ليلا مع كامل المشاركين اللي معنا نهار اليوم. نستقبل نهار اليوم رقم واحد، قالوا لي رقم واحد ورا في رقم واحد الاستاذ احمد. مساء الخير. مساء الخير. هذا كيبدا برك بدا براسو. مساء الخير خويا احمد، لاباس؟ مساء الخير سفيان، كيف صافا شويه؟ لاباس تهضر. يا صافا كي تهضر خلعتني انا، قلت بالك ما كانش. استاذ احمد منين؟ شلف. مشلف الله يبارك. كيفاش لقيت روحك في المكان هذاك؟ اسامه كاستينغ 63 03. ناكدوا لكم مالا الطريقه تاعنا احنا تانيك الاختيار، كامل اللي كون ديلا لاح يشاركوا معنا. قعدوا انتوما تبعثوا رساله قصيره ماشي في ليميسيون، كي تخلص ليميسيون في النهار راكو قاعدين هكذا ابعثوا رساله. شحال بعثتها؟ 4 فوا. صافا ما كثرتش. انا كان يعجبني باعتين تسمى لا ميم بيرسون بعثها ب 3-4 نيميرو ديفيرون. قعدت تحوس عليه انت في الاورديناتور 3-4 نيميرو ديفيرون، كي يخرج لنا لا ميم بيرسون والاورديناتور يخرجها زهر ومن بعد تربط اتصال تلقى لو ميم نون بيزار. بالتالي انتم بعثوا رساله قصيره 63 030 اكتبوا فيها الاسم اللقب لاج ولا ولايه، هذا ما كان سهله مهله وتلقاو روحكم كيما الاستاذ احمد هنا. استاذ احمد واش يدير؟ بور لو موموني قاعد سفيان. اقعد قاعد خويا ولا نقول لك قاعد واقف. اقعد واقف، اقعد واقف دوكا، اقعد واقف وعندك ما توقف خويا. عبد الفتاح راه اون فورم نهار اليوم، خالد راه اون سوبر فورم، وراه واحد سيدي علي. وشوف يا خويا الزهر تطيحك. زيد احمد قلنا كيفاش لقيت روحك انت قدام لابوات نيميرو 1. ميساج 63. لا 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 دوك كي دخلت لي ميساج حافظ هذه تقبيلات، تقبيلات هذيك صايب. بدلتك كيسيون كيفاه؟ حسبتك تعاود تسقسي. لا نعاود تسقسي صامت انك شايفني. لا لا نعاود واحد اخرى. كيف لقيت روحك دوكا في الان؟ في التيراج في البريا هذيك نيميرو تجي هنا خرج لك الان، لقيت روحك في الان والزهر المنحوس خرج توجور عبد الفتاح وسيدي علي. هذا قدام هذا يا اخويا سبحان الله. تقول متالبك هذا عبد الفتاح؟ هو متالبك يا اخويا. انا هذا الشهر تاعي صحة. النف تاعك؟ النف هذا الشهر تاعك؟ أول حقهم الوسط. أول حقهم الوسط. جاك تريكو حمو. ما جانيش يا خويا. مي كيفاش جاك يا خويا؟ ما جانيش. تقول مخدة على بالك. مانيش معمر يا نونورس نونورس. بصح بيناتنا عبد الفتاح. وين؟ أنا تانيك عندي شوية الكرشو. لا. بصح أنا ما شفت جوال عنده كرشو هكذا. شوف سفيان جاب لي إكس إل، أنا كي نروح الحانوت ندوموندي 4-5 إكس إل. وأنت شفت جوال 4 إكس إل. صصري قرب. كان بكري بحاري تاع الإم سي يو. عنده شوية إكس إل. عسل مرحبا بك. وش نقول لك حاجه اخرى؟ انت جياسكا ومبروك عليك تريكو وان شاء الله يخرج عليك فيها خير ان شاء الله. امين. هاي سيدي استاذ حمد اقطع في الميسيون تاعنا متابعه منذ بدايتها وقبل بدايتها والتحضير تاعها من طرف الاستاذ معنا المحضر القضائر وقاعد معنا اللي هو الاخر، هو الوحيد اللي يعرف واش كاين داخل العلب، هو الوحيد اللي مد نسخه للبنك، هو البنك اللي يتصل بكم يقعد غير يدبدب فيكم هكذا يسكت لك. مساء الخير استاذ. مساء الخير الاخ سفيان. دائما وابدا اكدوا بان العلب هذه احنا اللي نقوموا بتوزيع المبالغ الماليه عليها، وبطبيعه الحال نسلموا نسخه منها الممثل البنك البنكي اللي يتصل بكم في الهاتف، هو على بال واش كاين هنا الداخل. نزيدوا ناكدوا واحد اخرى بلي انت انسان محضر قضائي محلف، بالتالي ما كاش كيفاش. لا مجال لذلك. مجال بارك الله فيك. لا غالب لا غالب. سويت سويت. هاي يا سيدي واش نديرو دوك عنايا؟ نروح عندي في الاورديناتور. هاي يا سيدي استاذ احمد شوف معاه وقول ستوب وقت ما تحب انت اخويا بعقلك. ستوب. ورا مدام مريم لوفاندو. مدام مريم هذيك بلي ربي ما عندكش تتابعي معنا. مدام مريم قائدة الباخرة تاع الدولة خلي تتخلى معنا ونعرفوا انت شفات وانا وصلت شوف معايا هذه. ربير مريم او مدام دحماني من ولايه ام البواقي وبالتحديد من قصر الصباحي 27 سنه عندها ليسونس في الدروه. مريم تحب تسمع شابه ورده وكاظم الساهر. اذا ربحت مبلغ محترم معنا اليوم تحب تشري سياره، نتمنى لك كل التوفيق يا مدام مريم. يا سيدي هاد الدخله هادي اللي دناها للسيده مريم نهار اليوم اللي تلعب معنا ربيع. مدام دحماني مريم سيدي. مدام دحماني مريم بسكي هادوك راكي مدام دحماني. هذوك يعجبوني هادوما عندهم نون جون في وبعد كي يتزوجوا ما دامهم يشدوا في نون جون في. كي تشدي في نون جون في يقعد يعاسبها وخلاص عليك. تسمى 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 تسمى
عائلة ربيع سيدي خلاص طيب عائلة ربيغ ربير غبيغ كيفاش تقال هذه ربيع يا شختي باسكو عباك حنا من جهتنا كان يهضروا برا كان يهضروا برا كذا كيفاش نقولوها ربير ربير غبيغ غبيغ كنقول لك غبيغ هكذا غبيغ الله يبارك متشرفين مدام دحماني حاليا مبروك عليك على كل حال عندك بزاف زفاف شحال عندي عام وشوية عام وشوية الله يبارك صافي بليزير من أم البواقي الله أم يبارك من قصر صباحي مقصر صباحي بالتحديد اليوم الأخت مدام مريم أعطت لي تسمية أخرى للبنكي تاعنا وبالتالي وأنا راني موافقك من شاطرك الرأي بفعل نعيطوا له حسب المكتوب هنا في لافيش نعيطوا له المسموم لا لا نعيطوا له المسمار نعيطوا له الحيلي نعيطوا له الملاعبي خي مكتوبه هكا ملاعبي سبحان الله العظيم انت راكي خايفه دوك هو يسمع يسمع على روحه خير يسمع على روحه يسمع على روحه املنا بالطبع انه تحصلي على مبلغ محترم جدا من خلاله لا نبدلوا ربما السياره ان شاء الله نشروا السياره ان شاء الله ان شاء الله اصغتي معها اليوم هاك يا صوتي اتمنى ان شاء الله انت تعرفي تفاوضي مع البنك اليس كذلك مدام ان شاء الله قولي امين ان شاء الله يا ربي هاي يا سيدي نبداو السلسله الاولى اميلين بالطبع انا وتلونسينا علبه فيها 100 مليون وتحصلوا على واش على السياره ان شاء الله مدير هاي المدير هاي المدير فانتيان رقم 21 المير تاعنا خويا المير يحيى البودرون يحيى المير يحيى السوسيال ها يا سيدي نروح لسيدي بالعباس بون شونس بون شونس ابعد ابعد دونجي خويا دقيقه نكتبوا انا نكتب دقيقه الاستاذ عاشور عاشور الحادي عشر يخرج بوايط سوبر كبار قيس الميزانيه اللي كان حاكمه شحال كانت الميزانيه زعما تاع البلديه اللي كنت تخدم فيها انت شحال كان نتقف انا وياك نتقف 7 ملاير 7 ملاير 70 مليون دير بها كلش دير بها كلش دير بها لي كرياج بوبليك دير بها قدرونا ساي ساي خلاص مسكينه خلاص قتلتها دير بها باليش انا واش ديروا ثاني هاي قول كلش دروك ما دروك ما بقاوناش هذوك سوا دروك بقالنا غير لي زيكس اللي تخرجوا من صافي نحاو ولا اخرى كلش نحاوها صافي هلا بيا حباس خلاص خلاص هو انت دار دايرة العهدات انت ثلاثة الرابعة ما كان لك يقول لك سيد نيسونس هاي ليكم كلها كاع وش دير بها عليهم مدير تبع معايا زيدي نمضه ماني تبع فيك روح تراز 13 لوكسيام كوميرسيال مساء الخير مساء الخير واش راكي لاباس لاباس صباح الحمد لله لي شيا لي زاباش لي شيا لي شي واوا لي لي سي و كامل نعمل كامل نعمل كامل بون كوراج مدام كامل هيا هيا مدام يا ساس يس هيا مليحه نحينا منها زيدي لي وحده نف او تفتح واش نديرو نف النف النف الاستاذ الويت ولا النف نف 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 الاستاذ عبد الفتاح نع اليوم بالزي تاع المنتخب الوطني سنوات الثمانينات يا سلام يا سلام على الاناقه يا سلام يا سلام الاستاذ عبد الفتاح تفضل ابعد الله تيكي تاع السينما هيا ميا 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 هاي خرجي لي الميا هيا سانك محمد سانك الاخ محمد عنابه يا بابا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه هاي يا بابا هاي بطل العالم خويا محمد عصايب 100 مليون اي حياتك 25 مليون زيدي لي زيدي لي زيدي لي وحده زيدي لي وحده زيدي الكات الكات نعم الكات نعم اليوم الاخت امينه بالزي الصيني من ولايه الطيف الاخت امينه بون شانس مريم ان شاء الله خير بابونا هات هذا قات وحده واحدة واحدة هاي 100 مليون مية ومية الآن حبت حبيبنا أحمد مشلف نوفو بوني ليسونس في القعاد وهذا الخطر هو واقف معنا غيدو اليامات صفيان نعم غيدو اليامات تاني قاعد هاد اليامات بار ايه خدام كنت خادم ديجا خدام وش خدمت ديجا هاني نكتب مع خويا دير مسرح مسرح كلون مشيا كلون لون كلون 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 مشات
اباك الكلون الاخر دار 400 طوموبيل ان شاء الله. ايه ان شاء الله. ماريونيت ماريونات تاع لي ماريونات هذيك مانيبيري وخيطهم سفيانة اما وانفيل يا معنى سحارة سيدي. سيدي الله يبارك. بيركيسيونيست شابي اندلس روحي تخبر بيركيس وشنو طار دربوكا دربوكا طار بندير بونغوس تو جماعه جيبوا لي دربوكا السمانه الجايه جيبوا لي غدوه 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 اسحق دربوكا غدوه اسحق دربوكا فور صاعد حمد هيا خرجني ياس سليحه كنت حاب تروحي بالطونوبيل كنا حابين نمدوها لك باطل صادوك تشقاي عليها مليح وتتفاوضي مع البنكي لا ويعيط لك في اول اتصال يا سلام زوج ها ها يا سيدي شوف المير شوف تعرف فيك عاشور يحيى عاشور يحيى عاشور خويا شوف شوف صحيت وش صونا صونا السلام عليكم خليتو ترحموا عليه ربي يعيشك بارك الله فيك الحق في هذه المواقف والله عندك واحد الرجوله انكرويابل سبحان الله توقف معنا انت في الافراح برك ما نشوفوكش لاباس ربي يعيشك وانتم لاباس التليفون حط بداتو معاه بصح ملك ان شاء الله تلحق الام بواقي بالك يتسقم بالك يولي حاجه اه اها اها دات مليون صافا هي لك ولي عدات مليون بتشنا في مالي 3 مليون دات مشلفة هكذا تشري بيه تليفون والله اه ايوه اي والله بارك الله فيك الله يعطيك ما تمنى صحيت الله يجدك في ولادك صحيت خويا اول عرض على البنك مبلغ مالي 129 الف دينار جزائري 12 مليون و900 12 مليون و900 12 مليون و900 صافا بور ان ديبي صافا سي بور ان ديبي فو دير كو فتحنا غير علبه واحده كانت عند البلديه عند عاشور العاشر خبطنا ب 400 وراح دونك بالتالي تدي ولا تخلي خلي وانتو ما تواصلوا معنا باش لا رسالة خطيرة تواصلوا 606-66-013 ديروا كيما اللي بعث الاس ام اس ودا 200 مليون محبيبنا مصطفى تاع تيندوم نتمنى ان شاء الله مع الاخت ومدام مريم نا اليوم تحصل على مبلغ كبير وتاخذ معاه نص تاع المبلغ هاي نحلوا ثلاثة تفضلي لويت شحال؟ لويت 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 يا لويت لويت شكون كان يلعب ويت في جياسكا؟ ها يا مدير واش تحب القديم كما قلت لك القديم وجود جايين باريس مثلا صايب مثلا بركات انا حبسوا مسكين يلعب الويت قام ما كلمك مقبل زيد فاروق الفد الويت لا 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 السيس الفد السيس زيد كان يلعب اون ويت صافا فرقاني فرقاني هاكي شفت قريب نسيت قريب درتنا عباك قريب درتنا ازمه هو 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 ماركا مع القل بيطا لا بيطا لا تاع برولونغاسيون لعبها رجلة دخل الكارديان يحكم لي بينالتي قال له رانا هنا لا لا دا كرون ماتش هذاك الوقت الكارديان بغلول بغلول الله يبارك ودخل الدوزيام باش يجبد لي بينالتي اون مينوت لا فان بكاوهم لا لا بغلول هو اللي ماركاو له البيطا غالط ايه هو اللي ماركاو له ايه كيف واش لا لا دخل الكارديان الاخر هادو من بعد نفيريفيو دخل ولا كان يشوفي روح 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 كان يبريباري انا بالي بحاجه بلي بغلول مسكين هو اللي تحصل ماركاو له معليش خلاص 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 بون شونس ميرسي خلاص عطينا كاش بريما تاع بكري تاع بكري شو 20000 50000 بريما تاع بكري يا سفيان ها أه؟ دخلها لي غير بكري اي معليش بنك خلاص هاي ابعتها بون شونس ضربه لا 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 شويه يعني بما تزيد لي وعده شكون سمير 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 الروماني من بطنا غير جود لايك دوك يقول لك جود لايك غير بشويه هذه بالرومانية هيا اسمعي اختي اسمعي الثقافة اخويا باش ما تقولش يعني ميلت نوروك هذه ماشي راحة تركية ولا لا لا ميلت نوروك تسمع حبي يقول بون شانس بون شانس بالرومانية ميرسي بوكو بور لي زيفور يا سامر تفضل ياس صحيت صحيت سامر الفان نسرين الحمد لله الحمد لله كي طليتي منا هاي حكات حكمه لوطوروت ريتروفيزور قال حاتوا منا حكمه غير هكذا حلتهم كامل الحمد لله كي شفيتي عليهم يلعبوا معنا صح الحمد لله كي طليتي سيدي منا ورحتي لنا عند ميس بلونش ناج من وهر الله الله يلا هاي عافيه منا هاي عافيه منا هي احنا وين تجيها رايحين لها رايحين لها رايحين لها كلها مش فاهمين بون كوراج ميرسي يا سيدي حرام عليك
خليني كملة سمبو دبانة أنا دبانة معليش يا أخوان معليش يا أخو الله يصوت أباك في لي هذا الصوت هذا نخرجه غير مين داك أنا مخبي يا سيدي أروح ما أقليش حاضر الله أكبر شو صاري وقعد كيما راك سايبه قلت والو سامحني 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 سي بون سي بون سي بون الله اكبر الله اكبر عرض مغري تلاقى بكم ان سمعتم بعد هذا مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من الدوله خلي معنا الاخت مدام مريم دحماني الا باز مدام رابيغ شحال كان يعاني معك الشيخ في المسيلتية ربيع لا لا شيخ اسمي ربيغ بزاف استاذ معروف ايه تقولك استاذ اه انا استاذ ولا ما عندك في العدالة بينا استاذ ولا لا لا ايه كيف هذا ولا معليش ربيع ولا ربير 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 ايه ربير ربير احنا معروفة عندنا اه انتم الله قال افامي الله يبارك الله يبارك الله يبارك من قصر صباحي ايه من قصر راح مسكين المشي راح لو ماري راح شغل ما كاش هو راح هكذا تاع ابراهيم هكذا راح مكان انا نهضر غير على قصر صباحي انا نهضر غير على ربيع هو دحماني منين هو دحماني هو منين خلاص بلد بلادي اه ثاني ها يا سيدي سيدي ها يا سيكتور في سيكتور ونحييهم بالمناسبة نحييهم سيدي لا معنا نهار اليوم رايت تشتغل دوكا في التدريس الله يبارك في الإدارة يعني في الإدارة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله سيدي خير من سيدي دي إن شاء الله يعطوك سيدي آمين إن شاء الله وإن شاء الله اليوم الإيميسيون فيها الخير تحصلتي على أول عرض بعد ما حلينا ست علب تخلينا على السيارة بصح ست علب تصل بك البنك شحال عطاك الأولى الأولى عطاني يا حي ليموسيون 12 مليون ليموسيون شتي ليموسيون تي تساي مام لي مونطون اللي عطاهم لك واللي رفضتيهم صحيت 12 مليون 800 صحيت ودوكا عاود اتصل بينا وقلت لكم باللي عرض مغري اشفاي خلاص خلاص سي بون نشفى آه خلاص وديري كيما زمان الكوبياج اكتبي في يدك هكذا تاع زعما اكتبي في يدك هاكي ستيلو نشدك زعما البنك اكتبي في يدك اكتبي 120 مليون 28 مليون في يدك اكتبيها 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 لي ربي عايشك اكتبي لي غير 28 مليون ديك اللي تهمني انا 28 مليون عرض الثاني ثاني اتصال من البنك سي بون دوكا خمي بعقلك انا معاك السؤال يا اخوي كالعاده تدي ولا تخلي والجواب يبقى عندك خلي 30 مليون عرض الثاني تاع البنك ترفضوا السيده مريم وانتم قادوا معنا تواصلوا معنا فاز من خلال بعث رساله قصيره تواصلوا في 06-33-016 نحلوا السلسله الاولى تاع الثلاثه في هذه المرحله تفضلي استاذ كريمه استاذ كريمه استاذ العاصمه ما شاء الله استاذ استاذ يا استاذ دوب هاوي صوني الو اكتبي شحال عطاك 28 قلتي لا قال لك 35 35 مليون البنك طونك ما حليناش لابواط دابري لي جاي موراه وما شفناهاش من حقه يزيد يعيط وقت ما يحيط 6 7 8 9 10 خطرات معلومة 28 ولا 35 هات لا تاكتيك يتم استعمالها لضغط على لو كونديدا اوني بيان داكور دوك الكونديدا هو الكوراج تاعو يشد ما يشدش يقعد يشد في القرار تاعو ولا لا هذوما التقنيات جدد لازم نوالفهم دوك في الحصة تاعنا بشوية 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 هذه فيها تخميمة يعيط لك يقول لك 28 ومن بعد تقول لي خلي خليتي شوفي لي 35 تراه يعاود يقول لك السؤال واحد السيد اسمه سفيان تدي ولا تخليه بعد
خلي يلا حلو ثلاثة بعد وين كنا؟ ساز بعد تما ساز يبقى ساز ها يا روح ساز الله يلا الله يلا بالك شراي دايره حالها في الدار يا باينه باينه المطلع ودا الباطل في الدار نحب الزيروات خبطي لي هكذا حطي الزيروات تضمني معاها مشكيتش اها مشكيتش بصح يبقى احساس اه ماما انا مانيش شاكه شاكه ديجون شاكه حاجه كبيره ديكيب شباب عليها قلت لها اليوم تخرجي من قبل كنا قاعدين قلت لها اليوم تخرجي شباب عليها راني شباب عليها 100% هذه قلت لها اليوم تخرجي راهي بعدين خمسمائة مليون سنتيم كانت عند السيدة كريمة من العاصمة للقات روحها صارت قدام العلبة وش هي حسيتي باللي حسيت دونك ميرسي سكي بيان سكي بيان انا نقول لك سيك انسي قعدتي في القرار تاعك مش تاع القرار تاع البنك سكي بيان ليا سيك قعدتي في القرار تاع الساز خير مش هكذا نعرفوا وين رانا نروح هكذا نعرفوا ورانا ننظر عملتي مليح 19 وسام 19 لوقت وسام العاصمه تنادي العاصمه مساء الخير مساء الخير وسام صباح لاباس بيان بون شانس مدام ميرسي ياسر فاطمه النية فاطمه النية فاطمه النية فاطمه النية بألوان فريق اتحاد العاصمه يا سلام بألوان فريق ميلواس اسيدي خلاص لا عادي لطفي لا يا هي الياسمة صدقك قلت شوف لك كاين بالليل تحت سبحان الله سبحان الله يا اخي قلت لي ياسمة يا اخي اعطيني ياسمة لا فامي حداد هاك خويا هاك خويا لا فامي حداد هاك بو 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 دونجي دونجي خويا دونجي القابسة تاعها خويا دونجي الو الو نعم راحت البنك بعد ما رفضتي عرض تاع 25 مليون ومن بعد 35 مليون صح 28 مليون واقيلا لا 28 كي كاتبه في يدك وريلي 12 و 28 و 35 صحيت 28 مليون قلتي لا لا زاد عاود عيط لك 35 مليون قلتي لا لا والان دوك التغيير وش ولا ولا في التغيير تاع العرض البنك يختار عليك التغيير تدي ولا تخلي العرض هل تغيري ولا تحتفظي بالعلبه تاعك كش ما كاين مع ال 22 ولا والو ما نعرفوش ال 22 قولي لو 22 دو موا نعرفو قلت لك لو 20 كانت في 400 كان لا دات نيسونس دو مون ماري لو 21 كانت عند العاشور العاشر البنك هو يخدم على روحه يدير خدمته وانت ديري خدمتك خلي خلي 66 016 تواصلوا معنا دوكا المدام مريم بعد ما ربطت العرض تاع التغيير تاع البنك 26 غيدو 3 هيا مدام هيا هيا ام البواقي هيا خالد خالد الكنز الكنز يا الكنز يا 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 فهمهم فهمهم باللي في الكنز عندك بواطا صغيره فهمهم في الماريكان انا يا هذه باطا انا ما تكزيستيش عندي سبحان الله المكان ما تكزيستيش عندي هذه في الماريكان في الماريكان عندك غير 3 مليون 4 مليون دولار وروح بها للهيك لهيك وروح بها للهيك ابسح ابسح 1 2 3 يس محمد محمد ريستوراتور صديقنا الشاف بونشور الله الله
اللوطو كانت عندي يعني 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 اي 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 سيس باديس يا باديس السلام عليكم هذه مليحه البواطه هذه يا قبل ما يعيط لنا البنك اختي مريم بون شونس ميرسي قال لك ثقيله هو ها والله قال لي هكذا ما هدرش والله ما هدر والله قال قلت ما قلتش ايش بيك هذا دينا في التوام تاعنا سبحان الله العظيم بصحتك ياس قال ثقيله هذه مليحه حاضر بابا 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 يا ودي في هضرة لي فيسيو هادي بدات دات دات تطلع فيها دي تطلع فيها راهي البرد اليوم برا دعوة سخونة هنا البنك يعطل عليك عرض مالي ويعرض عليك مبلغ 43 مليون من اجل ان ناخذ العلبة تاعك 43 مليون هذه صح واو صح فيها تخميمه واو واو تخميمه فيها تخميمه هذه دير ريفيزيون انا وياك ريفيزيو شحال عطانا معلول 12800 ومن بعد 28 اسمع وقيل اليوم حبيت تلطع حبيت تلطك كاش فاك ابيري صاي خلاص خطر وي هاي هاي بدلها قال لك شونجي ما عندك البنك يقتنع عليك الى نول لوف لي مقبله ودوك يقول لك لا ماشي 43 علاه هزيت عليك بدلي علاه هزيت عليك صاحبي كنا ملاح كنا ملاح قال لك بدلي نحي لافيش نحي كنا ملاح اصلا تدخل الدار نحي لافيش نحي لافيش خلاص من هكاك عيط الخطره الاولى نحي لافيش خلاص حاضر خلينا نكملوا ريفيزيون خلينا نكملوا ريفيزيون باش تبان لنا مليح 12 مليون 800 ومن بعد تعيط لنا قالنا 28 ومن بعد في دوبل ابل هذيك 28 ارجعها 35 بصح في لو ميم ابل لا ميم تسمى في نفس التوقيت ارجعها 35 صحيح ومن بعد قالنا شونج حنا تو كاع قلنا الواحد لا لا الاولى دوزيام لا لا تروازيام لا لا كاتريام دوكا عيط قالنا 43 قالنا 43 ومن بعد قالنا ما عندكم شونج بصح وشنو يقدر هو خطره شكون لي 5000 واقيل ولا براك راح جبتها من ليك انا خدعني خلي الله الله يا تواصلوا معنا حلو تروا ثلاثة حلو ثلاثة تواصلوا 60 66 0 16 اليوم عندنا حصة مليحة وربما مبلغ كبير يخرج من نهاية الحصة تاعنا هاي يا سيدي الوالد عمي بالقاسم عمي بالقاسم واد شوف يا واد شوف بالكاسكيطة هذه تقول يلعب بالجولف يا اخو عمي بالقاسم اللي هو من صحاب اللي يحلوا البوطه غير بلا حتى يخرج لك قلبك يطيح شغل حتى تموت انا باش نجي نشد لك لابواط شد حلها اخويا دوكا ضربه حل حل الله 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 حل حضارات 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 تاسع ديت هاي حضارات تاسع ديت من تيزي وزو تاسع ديت كش ما تعطينا كش ما تعطينا فاطمة فاطمة خالتي فاطمة خالتي فاطمة الهضاب خالتي فاطمة الصيف العالي يا دلالي يا حناني راني خايف خرجينا خرجتنا بروسي حضارات بروسي تاع 200000 انا فرحانين شوفي تشا شوفي ترى
يا ربي يا ربي يا ربي سطيف العالي ما بانش علاش انا هكا ما عندي حتى علاقه ما عندي حتى واحد في فاميليا تاع سطيف والو قالوا ويلاه ما تلقى تلقى الطرف وعدنا بصح باش عند ربي نشتيهم اخويا لعند ربي راحت نعاود نراجع نراجع ظروفي انا حاضر حاضر فلابي باللولة واش قلت لكم عرض مغري صح مغري بالله على لابي بادي اللي جايه دوكا ونقول لكم عرض هاي المغري وبالتالي نكتشفوه بعد هذا اهلا ومرحبا بكم على في الجزء الثالث والاخير تحصلنا لنا اليوم مع سيده مريم نعم اليوم من ام البواقي مدام دحماني اللي راهي تتصارع مع البنك منذ بدايه الحصه ليس كذلك مع التكتيك الجديده لو يلعب بها البنكي العرض اللي قلنا لكم باللي كان هاي المغري نسميه هكا باسكو ماشي سوبر مغري اكتب 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 بعد احمان اكتب بعد ما محي الدين عندي مو ما غير عيط لي محي الدين مالا اكتب يا محي الدين اكتب يا ماحي بعد ما حبسنا احنا في 43 ومن بعد دار شونس زدارو فزنا في لو ميم ابل باش يبيرتوربيك وبدل لك العرض دوكا العرض مالي والبنك خليني نقلع لافيش يعرض عليك مبلغ 73 مليون 730 الف دينار جزائري باش ياخذ عليك العلبه رقم 22 بلا عقل ما تخلقش برصانة تباع الصوف بلا عقل خويا ونفروها فارينا فارينا خلي 73 مليون تربطوا بالأخت ومدام مريم وتواصلوا معنا 66 تبحوا دو بوا هاي نبحوا دو بوا سات نمشيو لخالد نمشيو لقسنطينه سنفورته ولا اه موكيس موكيس الله اكبر تحيا الموك تحيا الموك اه ييو في قديم الزمان في قديم الزمان في قديم الزمان بصح يبقى الموك عربي خير 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 لا لا بي. اكشير موك اه هذا جاب لي تاع سنفور هذه هادو تاع لي بريم لي مساكنهم يمدوهم سنافر تاع الهبال انت مش صبارت قد ما انت من الموقع صاحب ابعد دونجي قاتل تاعهم دونجي خويا 200 مليون 200 مليون بقات وحده بقات وحده سيدي لي وحده قبل ما يتصل بنا البنك نروحوا بالعباس ونروحوا للجزائر عيشوش محامية القصر عيشوش مساء الخير سفيان شكرا لطفي كانت تهناو من الفاميلا كانت تهناو من الفاميل تا كيفاش نهضروا مع البونكي نهضروا مع هكذا ان شاء الله تهناو من الفاميل تهناو من الفاميل تهناو من الفاميل كما يقولوا الوارنا مدام قطنا واحد جوج دقائق خلاص لي ميسي مهما كان صح هادي هادي غير لاقي على روحك شكا مبروك عليك مبروك عليك على اقل تقدير تدي مبلغ 50 مليون سنتيم مبروك عليك هيا لاقي على روحك الله الله هابلك والولاية هابلك والولاية عليك مبلغ 50 مليون سنتيم مهما كان كما كيطرح على القاب 50 مليون نلعبوها هادوك بال 50 وبال 100 بال 50 100 وش حيقولنا هذا يا بدل ايوه خلاص
البنك يقترح عليك تغيير. اش فيا العروض؟ هو ملاعبي بصح انا جد نلعب معاه وانا شاوي ما نوليش الله. بالتالي خلي 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 يا خلي خلي يا خلي يا خلي. احنا على بالنا نهار اليوم نمشيو للدار ب 50 مليون ومازال طلع بين ترويزيام بواط وكلش. هو ملاعب وانت مش قلتي انا شاويه؟ هاي يا سيدي الحق يا لعبتي بيان معاه تري تري بيان كاع. معليش سدالي تفضل ربي يعيش خويا باسكو لازمنا ديبلاسمون. هذه فيها ديبلاسمون هذه من بعد نلقاو روحنا بتلت بوايت. معليش 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 واش قلتي لي انا شاويه؟ شاويه سي بيان ما نوليش لاريال. اه والو صحيت كاش المشاريع ما كاش المشاريع بصح نعطيك معلومه انا من 2016 لهيك احنا الشاوي اللي خرج معنا الاخر يبس راسه كيما انت يبستي راسك وخرجت عليك في بعض الاحيان تيبس الراس مش مليح. معليش ضيعت 100 مليون. معليش 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 مين مبروك عليك المبلغ تاع 50 مليون سنتيم تديه الاخت مدام مريم 50 مليون سنتيم سوني باريان تقتسمي مع صاحب الازمات. بصح لعبتي اكسترا اوردينير كما قال لك راه دو شي اكسترا اوردينير. لعبتي تري 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 بيان مع البنكي. شحال من خطره حاول يدبدبك وشحال من خطره حاول انه ياثر عليك بصح انت قعدتي نون فليكسيبل. تما شاوي خرجت ودوكا واش نعمل؟ 23 بواط نردوها زيرو ممكن الا خديتيها. الا خديتيها ممكن تولي ديفيزي بار دو. الا خديتيها ممكن تولي 51. الا خديتيها ممكن تولي 100 مليون سنتيم. مع العلم انه زميلنا وصديقنا الاخ مصطفى من تيندوف اللي ربح سياره و 400 مليون كان خدا 23 كان حتى تولي له 800 مليون. هادي تاع مصطفى تاع مصطفى تاع مصطفى. لا انا عندي الديبي عندي لافان نحييه تاع مصطفى تاع مصطفى صافي با دير بلي هذاك بواد. دوكا واش نعمل؟ تدي ولا تخلي لافان تروازيام؟ خلي خلي انا هكذا نقول لك ساوي وي بلي تعرف ما لعبش خير يعني ما لعبش خير. فان تروازيام بواد يا سيدي ونكتشفوها كيف كيف مدام. ها يا سيدي واش راح تولي انا في ميزك؟ مبروك عليك مبلغ 50 مليون سنتيم فايتين بليزير مدام قولي 50 مليون سنتيم تقدمهم مع صاحب الاسامات لاحظان اسمه دوكا الحام في الضوء في الحلم على الصوره. مبروك عليك يا مدام مريم تحياتنا ليك تحياتنا للقصر التباعي ومن البواقي وتحياتنا للناس كامل ومن البواقي. مبروك عليكم انتوما تواصلوا معنا وتابعونا يوميا على قناه الشروق من خلال برنامج ادي ولا خليك.